شخبطات حياتي avec Rachid الإدريسي. ذكرى 44 للاحتفال بالمسيرة الخضراء. يا ودي الله يهديك، راه ماشي 44 راها 43. المهم 43 ولا 44 ماشي مشكل، الدنيا هانية. غير هو كاين بلاصة لي، وكاين واحد البلاصة اللي ماشي الدنيا هانية دوتو كاع، هو الفيسبوك المغربي. كلشي كاعي وكلشي طالع عليه الدم، كتقرا داك الشيء وتشوف حتى تعيا وتكتب شخباطة لمن يهمه الأمر. بغيت غير نعرف اش من عام غادي نوليو نعرفوا ننظموا شي حاجة؟ واش حنا ديما غير الكوارث؟ واش لهاد الدرجة ما عندناش اللي ينظم تنظيم مهني واعر وداك الشيء بالدقيقة والثانية؟ ولا هو في الأصل ديفو منا حنا كاملين، حيت كلنا تقريبا بنسبة 70% عايشين عشوائيين وعندنا الدنيا هانية والسما صافية، وكيف ما طلعت تقول كنصوبو كيكا وهي بيناتنا كلشي ولا غادي بمنطق، اش غادي يوقع كاع؟ بغيت غير شي نهار نطيح شي واحد متقي الله في هاد البلاد، والو كل واحد كينش على قبالته كما كنقولوا وياكل من قبال صاحبه. بركه من هذا اللعب ديال الدراري الصغار، وكل مره نحطوا تحطوا لينا روسنا في الغيس، زعما حنا راه في هذه البلاد ما عندناش ناس واعرين في التنظيم، في التنشيط، في الغناء، في التمثيل، في الكوره، ولا شفتوا الفضايح اللي كتجمع اللايكات والمشاهدات وقلتوا ارا بالرع غادي نخربوها ونديروا شي باز فاعل ترك. والبوز على حساب اش وشكون؟ البلاد. زعما كاع هاد لي بوز اللي واقعين ما عاجبينكمش، نهار وما طار وحنا كارثه تنسيك فختها وعاد ما زايدين فيه. علاش حنا ديما كنتعلقوا فين تفلقوا؟ واللي سمعنا محيحين على الكوارث اللي دازت يقول ما عمرنا باقي نعاودوا، وباز الله حتى باز. تقول ولينا متخصصين في التفاهه والتفليه والطنز من الطراز الرفيع. اه عباد الله عيطوا لاهل الاختصاص وبركه من الارتجال، راه حتى الرجلين علاش واقفين قربوا يضربهم شلل من مصائبكم الكحله الزحله. واش من 34 مليون مغربي ومغربيه ما عندناش كفاءات اللي تزيد بهذا البلاد القدام؟ راه ما يمكنش. بركه راه ماشي غير عيقنا، راه بسالينا وما بقى لنا لا شكل ولا لون ولا ذوق، وهزنا الماء وقرب يضربنا الضو. يلا ها هو مشى وبلاد فيه، والله يعاون الجميع. شخبطات حياتي avec Rachid الإدريسي.